بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز على بركة الله وحفظه، أيها الإخوة، ينطلق شوط جديد من انطلاقاتنا اليوم الصباحية المميزة هنا على أرضية هذا الميدان، شوطنا الثامن اللي يخصص للإبكار ولا الجعدان، عفوا للجعدان، ويا ما أدراكم الجعدان، ما شاء الله. مطر بن عبد الله بن مطر بن رفيعة كابتن العوير، والله حاضر مبتسم بغيث، أتمنى لك كل التوفيق يا صديقي الصغير. عودة من جديد إلى المركز الأول، إلى مقدمة هذا الشوط، صامل وسهيل بن راشد بن نايع بالشاوي الاقفري، نقلتنا على المركز الثاني، هناك مسامح محمد بن احمد بن رفيع الفلاسي، بينما اللي في المركز الثالث اللي وصل سراج في ثلاث مراكز، سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوه، وفي رابع المراكز وصول مرموق مع مهير بن سيب بن نايع من واسج تبي، وفي المركز الخامس هداد، الله سدنا غالي هذا الاسم يا بن واس، حافظ عليه، حافظ على هذا الاسم يا بن واس، اسم يا راعي مزهر انت في الطريق، علق على العموم بن محمد بن سالم بن واسج تبي، بينما اللي في المركز الساتر في سبع مراكز وصول، هناك مشغل، الله كابتن العوير، كابتن العوير، مطر بن عبد الله بن مطر بن محمد بن احمد بن رفيعه، يلا يا بن رفيعه، بينما اللي في المركز الثامن وصول، هناك من الجانب الاخر المرعب مع عمر بن راشد بن خليفه بن عبيد الشامسي، وفي المركز التاسع ايها الاخوه وصول في هذه اللحظات اللي في المركز التاسع للسيد راشد بن خليفة بن سعد الشامسي، وفي المركز العاشر من الجانب الآخر الفارس سيف بن عبيد بن سعيد الرايحي. هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة. الله يا بشاوي، الله يا بشاوي، اشهد لنا صامل على المركز الأول، اشهد لنا صامل على مقدمة هذا الشوط حتى هذه اللحظات، وتعود ملكيته لسهيل بن راشد بن نايع بشاوي الأقفلي، ما شاء الله مسيطر على المركز الأول، مسامح لأحمد بن محمد بن أحمد بن رفيعة، محمد بن أحمد بن رفيعة المركز الثالث، اللي في المركز الثالث وصل صامل غيره، وصل صامل غيره مع ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاشمي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا، دعناها عليكم بالتمام، مسامح خذ المركز الثاني، لمحمد بن أحمد بن رفيعة المركز الثالث، وصول سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة في المركز الرابع من الجانب الآخر، أرسم جديد، أرسم مميز، أرى حضور ما شاء الله مع عمر بن راشد بن خليفة بن عبيد الشامسي، ولكن بن حلوة، بن حلوة مع شاهين محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، ولكن خلني مع المدهش، خلني مع المدهش، خلني مع الهاشمي أيها الإخوة. هناك من يقدم الصامل، الصامل الصامل الصامل، ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاشمي أيها الإخوة، ولكن صامل الصامل، يلا بنشوف صامل هالعمان ولا صامل هاللبسة، لمن الشوط، لمن الشوط، لمن الشوط يا هالي السلطنة. أرى من الجانب الآخر شاهين لمحمد بن أحمد بن حلوة، الصامل وصل في هذه اللحظات الشبابي لعلي بن سطاب محمد الشامسي، أول ندى للشبابي، قلت لكم عيال الشباب يتلقوا، التلقوا التلقوا بالنواميس وبالإنتاج، التلقوا بالنواميس وبالإنتاج، هذا الإنتاج الفاخر يا شبابي، هذا الانتاج الفاخر يا شبابي، ولكن معود مع بن حلوة، بن حلوة يا بن حلوة يا بن حلوة، لا هناك اللي يقدم شاهين لمحمد بن احمد بن سعيد بن حلوة، ولكن ولد الشبابي، ولد الشبابي، ابن الشبابي ايضا حاضر ايها الاخوة مع اللحظات المميزة، الشبابي علي بن سلطان بن محمد الشامسي، ولكن بن حلوة ما طاع يسلم، ما طاع يسلم، سلام محمد بن احمد بن سعيد بن حلوة الشبابي، ولا هناك شاهين الشبابي ولا شاهين، سلام للمرة الثانية على التوالي، ثاني ناموس المركز الثاني ايها الاخوة، علي بن سلطان محمد الشامسي، المركز الثالث للسيد ناصر بن عبد الله الهاشمي، المركز الرابع اللي في المركز الرابع وصول في هذه اللحظات عمر بن راشد بن خليفة بن عبيد الشامسي، وخامس المراكز ايها الاخوة اللي في المركز الخامس مع الرايحي، نعم نعم سيف بن عبيد بن سعيد الرايحي. هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة 4:34 ثانية، 24 جزء من الثانية، تهانينا والناموس الفائزين في هذه اللحظات الجميلة والمميزة.